مني عرفت اني جبت 20 على 20 في الامتحان الجهوي، حسيت بواحد الفرحه كبيره كبيره بزاف. تلقيتها من طرف اساتذه في المدرسه وفرحت فرحت بزاف وصافي. من هذا المنبر بعدا كنشكر سيد الوزير، استقبلنا بواحد الفرحه كبيره، هدرنا معاه يعني استقبلنا بواحد الحفاوه كبيره، وفرحت بزاف مني تم الاستضافه ديالي عنده. بقى دار معي واحد الحوار بسيط على المشوار الدراسي ديالي فين دوزتو في الابتدائي، ويعني شنو هما الاعمال باش وصلت لهاد النتيجه. عطاني بعض الاقتراحات نسمة النتيجة راني فرحت بزاف، عيني اللي كتعبر ما كتعبر على لساني صراحة. داكشي علاش كنبكي، انا كنحمد الله ونشكر وكنقول يا ربي تصلحها، يا ربي تعاونها، يا ربي الحمد لله. يمكن دموع يعبروا، يمكن دموع يعبروا. الاحساس ديالي احساس ديال الام وديال الاستاذه. الام الفرحه ديال الام بهذه النتيجه اللي هي يا تتعد سابقه في امتحانات السنه الثالثه. ف الى جينا نشوفوا ما وراء النتيجه سنجد الاسره، فهبه تربيه، هبه اخلاق، هبة جدية. وهنا العائلة كانت عندها كامل المسؤولية في هذه التربية، وكامل الحمد لله النعمة ديال الهبة هي هذه في هذا المجال. كاين الأطر التربوية اللي كانت العطاء، كانت الحضور، كان الدعم، كان التأطير، وكاين الأطر الإدارية. فالجمع ديال هذه الثلاث العناصر، الأسرة والأطر التربوية والأطر الإدارية، جعلت نحصل على هذه النتيجة المشرفة والحمد لله. والحمد لله على هذه النتيجة اللي شرفتنا وشرفت العائلة وشرفت المؤسسة والأطر التربوية وأسرة التعليم كافة. والحمد لله نتيجة اللي جعلتنا في واحد الفرحة عارمة لا توصف، وكان نشكرها وكان نرضي عليها على هاد المجهودات اللي قامت بها. هاد النتيجة هادي يعني ما جاتش هكاك، يعني هاد النتيجة راه يعني كان واحد العمل يعني طول العام لم طرف الأسرة ديالي دعمتني يعني من مسيرتي الدراسية ماشي من دابا، وكذلك الأساتذة ديالي والأطر التربوية والإدارية ديال المؤسسة المقريزي اللي عاونوني وكافحوا معنا وما بخلونا حتى شي معلومة، وكذلك المجهودات في الدار والخدمة، والواحد ما ينظم وقته ويحدد الهدف اللي بغى يوصل له. هي ما كاينش شي سر، حتى نقولوا حنايا إذا عرف السبب بطل العجب. يعني أشنا هو ما وراء هذه النتيجة؟ وراءها جد، وراءها متابرة، وراءها مواكبة، وراءها مراقبة. فإلى عرفنا أنه في كل شهر عندهم امتحانات هنا تجريبية وعندهم دعم، مثلا احنا سنطلبوا من التلاميذ ديالنا ما يعملوش دعم خارج المؤسسة، إذا كل شيء متوفر لهم هنا في المؤسسة. العطاء ديال الأساتذة، الإدارة عندهم امتحانات تجريبية كل شهر. فنعطيك مثال اخر، فالامتحانات التجريبيه تعملت في رمضان وفي الثامنه صباحا، يعني الوليدات تيجيو هنايا قبل السابعه والنصف باش يكونوا مدربين على الامتحانات. فكل شهر عندهم جوج ثلاثه ديال الامتحانات التجريبيه، فهذا جعلهم انهم تسهل عليهم الامور ويكونوا موجودين لاي امتحان كان. فجاتهم سهله، فاحنا هما عندهم جاتهم في الامتحانات الوطنيه او الجهويه كاع الامتحانات الاشهاديه تتجيهم اسهل من الامتحانات التجريبيه اللي ستكون عندنا هنا.
هو الواحد غير يخدم تكون عنده واحد الرغبه والاراده انه يبغي مثلا يحقق شي نقطه مشرفه. كذلك ماشي يبقى غير واقف، خصو يخدم كذلك، ينظم وقته، يسول اذا كان عنده شي ثغرات ولا شي حاجه ما يتسناش الاخر العام، يحاول يبدا يسول يعني في وقته وباش ما يتراكمش عليه داك الشيء، يبدا البريباراسيون بكري ما يتسناش الشهور الاخرى باش ما يجيش عليه التوتر، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى وربي راه كيكمل. فمن موقعي كمسؤولة في هذه المؤسسة باش ما نعموش وما نقولش ما كاينش أو كاين، يعني يمكن لكم تلاحظوا النتائج هنا، غتلقوا أنه جميع النتائج اللي حصلوا عليها التلاميذ ديونا في الامتحانات الإشهادية لا الوطنية ولا الجهوية أكثر وأعلى من نقط ديال المراقبة المستمرة. إذن هذا يعني أنه التلاميذ ديالنا أولا ما كاينش هاد الزيادة والنفخ في النقط، ثانيا أنه الحرص ديالنا بالمواكبة وبالتتبع وبالعطاء هو اللي يجعل أنه النتائج والمعدلات تكون مرتفعة. فأنا ما يمكنش نعمم، والمثال الثاني اللي نعطي أنه التلميذة اللي حصلت عندنا السنة الماضية في أعلى معدل على الصعيد الوطني في البكالوريا 19.45 حصلت عندنا في المراقبة المستمرة أقل من النقط اللي حصلت عليها في الوطني. إذن هذا يمكن لكم تشوفوه ويمكن لكم تعينوه من خلال جميع النتائج اللي نحصل عليها في البكالوريا في السادس وفي الثالث في الجهوي أو في الوطني. هما صراحة أي كلمة قليلة في حقهم، يعني واخا نشكر فيهم حتى نعيا يعني ما غاديش نعطيهم حقهم اللي دوزوا معايا ويعني ساندوني، يعني من تزاديت هما معاونين، يعني عمرهم ما تركوني، عمرهم ما خلوني، يعني ديما كيرفعوا لي من معنويات ديالي، دائما كيدعموني، يعني ما مقصرينش مجهدهم معايا. هبة في الدار الحمد لله بنت مأدبة منظمة، كتعامل معنا مزيان، كتحترمنا الحمد لله، وهذا الشيء كيرجع للتربية. الحمد لله ملي كيعطيو الأساتذة كتمشي يلا كتواظب على داك التمارين اللي عطاوها، كانت شي حفاظة كتحفظها ما كتخليهاش، إيوا الحمد لله. لا ما كنعاونوهاش، ما دارت لا سوايع لا والو، الحمد لله بفضل الأساتذة اللي هاد العام خدموا معاهم بزاف وداروا لهم من الجهويات بزاف الحمد لله، امتحانات ما قصروش صراحه ما قصروش، كنشكرهم بزاف، كنشكر الاسر التربويه ديال المؤسسه المقريزي. طموح ديالي هو اني نجيب شي نقطه مشرفه ان شاء الله حتى في البكالوريا، ومن بعد نشوف الميول ديالي ونختار تخصص من بعد. والمهنه صراحه باقي ما عرفتش، يعني كل مرحله وكنبغي شي حاجه، ولكن يعني ان شاء الله نقدر ندير الميول لعيني صافي.